المنتخبات، لان ده بيفرز لعيبه كويسه جدا، والتواصل مع المنتخبات والاعمار المختلفه بتوجد مساحه كبيره جدا من اللعيبه الدوليه اللي بتجهزها للمنتخبات الكبيره. ده مهم جدا. مع ده ان شاء الله اللي انا سمعته كابتن ربيع ان في مدير فني اجنبي على اعلى مستوى جاي مكان مستر كوبر، ومساعد ليه هيبقى الكابتن رمزي. ده المعلومات اللي هي موجوده عن تقريبا يعني. بالتوفيق، واهم شيء مصلحه الوطن، وفي ظهر يعني رمزي وظهر المدرب الاجنبي او المصري. المهم المدرب ان شاء الله، والمصلحه ومصلحه الوطن يعني فوق الجميع، وكلنا ورا اتحاد الكوره زي ما اتحاد الكوره كان مع كوبر بكل قوه يعني، جدد الثقه واقف معاه وكان في ظهره في فتره كبيره جدا. فنتمنى التوفيق لمنتخب بلدنا وبلدنا مصر، مش مشاكل خالص ان شاء الله تعالى. عايز اخدك حته صغيره كده بعيد عن المنتخب، عشان الجميل كلها بتكلمني على موضوع صفقات الزمالك الجديده، ايه رايك؟ لا، هو صفقات الزمالك كلها